خطاب تاريخي مؤثر، ذلك الذي ألقاه الملك محمد السادس قبل لحظات بقاعة اجتماع وانعقاد القمة 28 للاتحاد الأفريقي بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا. الملك محمد السادس أكد أمام القادة الأفارقة أنه يعود اليوم إلى بيت لم يتركه أبدا. كم هو جميل هذا اليوم الذي أعود فيه إلى البيت الإفريقي بعد طول غياب. كم هو جميل هذا اليوم الذي أحمل فيه قلبي ومشاعري إلى المكان الذي أحبه، فإفريقيا قارتي وهي أيضا بيتي. لقد عدت أخيرا إلى بيتي، وكم أنا سعيد بلقائكم من جديد. لقد اشتقت إليكم جميعا. من أجل ذلك قررت أخواتي وإخواني الأعزاء قادة الدول أن أقوم بهذه الزيارة وأن أتوجه إليكم بهذا الخطاب دون انتظار استكمال الإجراءات القانونية والمسطرية التي ستفضي لاستعادة المملكة مكانها داخل الاتحاد، وإن الدعم الصريح والقوي الذي حظي به المغرب لخير دليل على متانة الروابط التي تجمعنا. لقد كان الانسحاب من منظمة الوحدة الإفريقية ضروريا، فقد أتاح الفرصة للمغرب لإعادة تركيز عمله داخل القارة ولإبراز مدى حاجة المغرب لإفريقيا ومدى حاجة إفريقيا للمغرب. لقد جاء قرار العودة إلى المؤسسة الإفريقية ثمرة تفكير عميق، وهو اليوم أمر بديهي. Nous avons choisi de retrouver la famille. الملك محمد السادس في نفس الخطاب التاريخي أكد عمق الروابط بين المغرب وعدد من الدول الإفريقية. Des relations bilatérales fortes ont ainsi été développées de manière significative. لقد استطعنا تطوير علاقات ثنائية قوية وملموسة. فمنذ سنة 2000 أبرم المغرب مع البلدان الإفريقية حوالي 1000 اتفاقية همت مختلف مجالات التعاون. وعلى سبيل المقارنة، هل تعلمون أنه ما بين سنتي 1956 و 1999 تم التوقيع على 515 اتفاقية، في حين أنه منذ سنة 2000 إلى اليوم وصل العدد إلى 949 اتفاقية، أي حوالي الضعف. وخلال هذه السنوات ارتأيت شخصيا أن أعطي دفعة ملموسة لهذا التوجه، وذلك من خلال تكثيف الزيارات إلى مختلف جهات ومناطق القارة. كما تم التوقيع أيضا خلال كل واحدة من الزيارات 46 التي قمت بها إلى 25 بلدا إفريقيا على العديد من الاتفاقيات في القطاع الخاص. وقد أولينا عناية خاصة لمجال التكوين الذي يوجد في صلب علاقات التعاون مع البلدان الإفريقية الشقيقة. وهكذا تمكن العديد من المواطنين المنحدرين من البلدان الإفريقية من متابعة تكوينهم العالي في المغرب، وذلك بفضل آلاف المنح التي تقدم إليهم. كما تميزت زيارتي لهذه البلدان بإطلاق مشاريع استراتيجية مهمة. ففي المقام الأول سعدت ببلورة مشروع أنبوب الغاز إفريقيا الأطلسي مع أخي فخامة السيد محمد بخاري رئيس جمهورية نيجيريا الفيدرالية. وسيمكن هذا المشروع بطبيعة الحال من نقل الغاز من البلدان المنتجة نحو أوروبا، بل أكثر من ذلك ستستفيد منه كافة دول إفريقيا الغربية، ذلك أنه سيساهم في هيكلة سوق كهربائية إقليمية، وسيشكل مصدرا أساسيا للطاقة، وسيكون في خدمة التطور الصناعي، فضلا عن كونه سيعزز من التنافسية الاقتصادية وسيرفع من وتيرة التقدم الاجتماعي.